تعتبر ولاية تمراس الوجهة الأولى للاجئين الأفارقة، خصوصا القادمين من الدول المشتركة الحدود مع تمراس، النيجر ومالي، هروبا من تداعيات أزمة الساحل وما لحق هذه الشعوب من تأزم في الأوضاع المعيشية. تقرير محمد قريشي. أزمة الساحل وإن كانت سياسيا تسير في طريقي الانفراج، إلى أن عواقبها كانت وخيمة على مختلف الجوانب وبالخصوص الإنسان منها، مما أجبر غالبية السكان في مالي والنيجر وبالخصوص القريبين من المناطق الحدودية بالتسلل إلى الجزائر التي تعتبر بالنسبة إليهم المكان الأكثر أمنا في المنطقة. معطيات جعلت من ولاية تمنراست الوجهة الأولى والملاذ الآمن للمهاجرين واللاجئين الأفارقة. وهذه تسمى تبين الاوضاع المعيشيه اللي راهي تسمى تعاني منها جمهوريتنا، جمهوريه النيجر تسمى الشقيقه. هذا من الجانب الانساني، تسمى اي واحد كيما نقولها يشوف الحاله هذه تسمى يقوم بالواجب، فهمت؟ تسمى هذه كيما نقولها تاع ربي سبحانه، ماشي كيما نقولها في اطار الخدمه تاعنا. في رحلتي البحث عن الماء، قوافل معظمها من النساء والاطفال يتسللون يوميا الى تمنراس بعد رحله شاقه في طريق محفوف بالمخاطر. هو خاصكم الماكله، تم نيجر ما في البلاد بلاص اللي كانوا، قال لي ما في الماكله، جيت هنا تمرست بس الجمعه يعاونوا. ما في اكل شويه شويه، اي ما في اكل نيجر، كل نيجر ما في اكل، في اكل الله كرم واحد. قال لي تم الجمعه كان عنده الماكله، ما بصخ ما يعطي مسكينة، ما بصخ هنا الجزائر الجماعة يعرف ربي يعطيهم مسكين المكل. تمنراس المأوى، الأكل والشرب، وبلاد القلوب الرحيمة، أمور يجمع عليها اللاجئون الأفارقة الهاربين من أتوني الحرب إلى أرضية السلام. هنا من ورائي يتواجد أكثر من 50 لاجئا قادمون من النيجر، رصدوا من طرف دورية للجمارك لولاية تمنراس، حيث تم نقلهم إلى هذه الحظيرة في انتظار حلول الصباح مباشرة الإجراءات المعتادة في هذه الحالات. محمد قريشي، تلفزيون النهار، تمنراست.